وبالنسبة لأخبار المحافظات، في البحر الأحمر تم انطلاق القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة، وفي الأقصر تم زراعة 400 شتلة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة. كمان في شمال سيناء تم انطلاق قافلة دعوية من علماء الأزهر والأوقاف والإفتاء. في محافظة دمياط تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة تصل إلى 68 مليون جنيه. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات مصر هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت أخبار كتيرة ومختلفة. البداية مع المنوفية اللي أعلنت عن جهود مديرية ثقافة المنوفية في تنفيذ 33 نشاط ثقافي وفني متنوع بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر يوليو الجاري، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية بهدف إثراء الوجدان الثقافي. في محافظة البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بقرى ومدن المحافظة ضمن الخريطة الموضوعة للقوافل خلال شهر يونيو الجاري، كما انطلقت القوافل من قرية الأمل بمدينة القصير وتقام بوحدتها الصحية، وبتجري القوافل العلاجية أعمالها من إجراء الكشف وصرف العلاج والأشعة والتحاليل وندوات توعية مجاناً، وبيتم التحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر. في الأقصر قام مجلس المدينة بزراعة 400 شتلة أشجار لتجميل مدخل المدينة، وده في ضوء تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ضمن خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين برفع كفاءة الجزر والبردورات وزيادة الزراعات بالميادين والأرصفة. في شمال سيناء انطلقت قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء بعدد من المساجد، وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء أن القافلة توجهت لمساجد مدينتي الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، وتضمنت 3 من علماء الأزهر الشريف و8 من علماء وزارة الأوقاف و2 من أمناء الفتوى بدار الإفتاء. في محافظة البحيرة نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقرية المروحة بالمحمودية، وتم الكشف خلالها على 1052 مواطن مجاناً من خلال وجود 8 عيادات طبية، وتم نقل الحالات المستحقة للدعم وتدخل الجراحي للمستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز. في دمياط أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة أنه تم إصدار قرارات بتكلفة 68 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة خلال 6 شهور بناء على توجيهات وزارة الصحة والسكان لتسهيل توفير كل سبل الدعم الصحي لمحدودي الدخل، وتضمن إجمالي عدد القرارات خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024 عدد حالات 45650 بمبلغ 68 مليون جنيه. محافظة أسيوط أيضاً أعلنت عن تنظيم 3 قوافل لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بمراكز البداري وساحل سليم وأبو تيج بدءاً من اليوم السبت وحتى 29 يوليو لزيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة والحرص على توفير الخدمات للمناطق المحرومة ذات الكثافة السكانية العالية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الزيادة السكانية.